السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم شيماء سعيد. زي ما قلت لكم في كل الفيديوهات اللي نزلت في الفتره الاخيره على القناه ان الفتره دي هتبقى كلها تخفيضات اخر الصيف، وانا جايبها لكم بدري عشان تلحقوها من الاول يا جماعه. النهارده بقى مش هنقدر ننسى الشباب والرجاله، من يعني كل يوم نصيب معانا. النهارده بقدم لكم اقوى تخفيضات ممكن تشوفوها في مصر كلها الفتره دي على الملابس الرجالي، وتحديدا الحاجات القيمه الشيك اللي كده كده سعرها بيبقى فوق ال 400 جنيه وال 300 جنيه. جبتها لكم ب 100 جنيه و 150 جنيه. طبعا ده مش جديد على محلات ابو علم، استاذ محمد ابو علم مكسر الدنيا اصلا في الاسعار. النهارده بقى نقدر نقول تخفيضات التخفيضات. ان شاء الله هسيب لكم العنوان في اخر الفيديو بالتفصيل، وعايزه اقول لكم كمان مفاجاه حلوه. زي ما احنا قلنا في كل الفيديوهات ان محلات ابو علم ليها فرع في وسط البلد، فانا هسيب لكم برده العنوان في اول تعليق، لان هيبقى في تخفيضات زي دي بالظبط في فرع وسط البلد اللي هو قريب من محطه القطر يا جماعه، عشان لو انتوا جايين مش هتقدروا تروحوا للمحل الفرع التاني، لو الفرع الاول اقرب ليكوا تقدروا تروحوه. زي ما انتوا شايفين كده كل حاجه عليها عروض، حاجات قيمه اللي احنا اصلا كنا يعني بنبقى عايزين نشتريها ومش قادرين من اسعارها الغاليه. جبتها لكم ب 100 جنيه و 150 جنيه زي ما قلت لكم. انا عايزاكم توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان يعني مجهود يقدر ويحترم كده من استاذ محمد. بشكره طبعا بالنيابه عنكم كلكم على الاسعار الحلوه دي. وكمان ما نسناش في الاطفال الاولادي، عامل لنا برده خصومات وعروض حلوه. حاجات كانت برده فوق ال 300 بقت ب 100 جنيه، فهنشوفها كلها مع بعض. ما تنسوش بقى اللايك وكمان تشتركوا في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو ده بسرعه. حابه النهارده ابدا معاكم بالعنوان عشان نتفرج بقى على الفيديو براحتنا. انا دلوقتي واقفه قدام نادي بلديه المحله. لو انتوا جايين من محطه القطر وهتركبوا ميكروباص تاني عشان تيجوا هنا عند النادي، هتركبوا المشحمه. ميكروباص المشحمه ب2 جنيه بس، هيجيبكم هنا المنطقه دي كده قدام النادي. ده التامينات، المبنى التامينات ده قدام النادي بالظبط. هتدوا للنادي ظهركم، بوابه النادي تدوا لها ظهركم اهو يا جماعه. ده النادي ودي التامينات، والشارع اللي قدام النادي ده على طول على نصيته كده بيتزا هات، وعلى اليمين شركه اورنج بتاع الموبايلات. هنفضل ماشيين الشارع ده طوالي يعني لحد اول يعني في اول نصه كده، مش هنمشي كتير، همشي معاكم خطوه بخطوه لحد ما اوصلكم عند محلات ابو علم. ولو انتوا جايين من موقف المحله او موقف الميكروباص، هتنزلوا موقف المحله وتركبوا برده ميكروباص المشحمه، وقولوا له قولوا للسواق عايزين ننزل عند نادي البلديه، وتنزلوا عند بوابه النادي، تدخلوا الشارع اللي قدام بوابه النادي ده على طول، اللي هو شارع شكري الكواتلي الاساسي ده. الشارع ده كله بنوك، معروف في المحله جدا. وتمشوا كده حته صغيره كده بس، هتلاقوا محل ابو علم اهو بدا يظهر على الشمال هناك اهو يا جماعه. هو قدام بنك وفا التجاري. بنك وفا التجاري ده كان قبل ما يبقى اسمه كده كان اسمه بنك باركليز، ورقم التليفون هسيبه لكم دلوقتي على الشاشه. هو ده البنك ومحلات ابو علم قدامه على طول، هوريها لكم دلوقتي اهو يا جماعه. وعنوان فرع وسط البلد هسيبه لكم برده في اول تعليق مع ارقام التليفونات، ممكن وانتوا جايين تستفسروا من استاذ محمد يفيدكم اكتر مني. يا رب الفيديو يعجبكم، ان شاء الله العروض هتكسر الدنيا. ويلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. ماشي يا جماعه، وجينا اهو محلات ابو علم تاني عشان نشوف عروض وتخفيضات اخر الصيف مع استاذ محمد ابو علم، لانه دايما معودنا على تحطيم الاسعار ما شاء الله. ما شاء الله النهارده شوفوا الشغل كتير اهو، الحاجات سعرها هتنزل اقل ما كنا عارضين كمان. شوف استاذ محمد اهو معانا. ازيك استاذ محمد؟ السلام عليكم. الله يسلمك. ازيك استاذ محمد؟ وحضرتك طيب، عامل ايه؟ الحمد لله. مجهز لنا ايه النهارده استاذ محمد؟ إن شاء عايزين الله مفاجآت بقى، نكسر الدنيا مفاجأة. النهارده بص كده، انا عايزك توري النظره للحاجات وبعدين هبقى ما شاء الله انا ملاحظه في حاجات جديده اهي يا استاذ محمد، اللهم صل على النبي. ما شاء الله كل الدكان ما شاء جديد. الله البناطيل كمان يا جماعه جت اهي، وفي بصوا ما شاء الله كميات. استاذ محمد عمل حسابه بقى النهارده على كميات كبيره. كل التيشيرتات جت تاني اهي، واستاذ محمد هينزل لنا اسعارها. وزي ما انتم شايفين البدايه مبشره 150 جنيه. وكمان زي ما انتم شايفين هنا الترنجات، احنا كنا عارضينها قبل كده، ان شاء الله استاذ محمد يعمل لنا عليها عروض برده. كل حاجه موجوده، بس انا مش عايزه بس اطلع الزباين في المحل. كل حاجه ان شاء الله هنشوفها، وكمان بتبقى المقاسات الخاصه بنفس الاسعار، ما بيبقاش في تغيير. ده حلو جدا للناس اللي بتبقى عايزه الحاجات اللي ما بتلاقيهاش، المقاسات يعني اللي ما بتلاقيهاش. كمان الحزمه، وفي شرابات، وفي بوكسرات، وملابس داخليه رجالي، كل حاجه موجوده. وكمان ان شاء الله النهارده هيبقى في عروض برده على الاحذيه، احذيه فيتنامي. والتيشيرتات اللي كانت ب 100 جنيه موجود تشكيله كمان كبيره اهي يا جماعه. كل ده هنعرفه دلوقتي مع استاذ محمد. زي ما انتم شايفين القمصان، وهنا برده ان شاء الله هنشوف كيدز وورلد ابو علم، ملابس اولادي برده عليها تخفيضات نفس العروض اللي بتبقى على الرجالي. هنشوفها مع بعض هنا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كل حاجه جميله، ومستنيانا نعرف اسعارها. نرجع بقى لاستاذ محمد عشان يقول لنا على العروض اللي دايما معودنا عليها. ماشي يا استاذ محمد، عروضك بقى الحلوه. بص يا مو، انا في تيشيرتات، بصي انا عايزك تشوفي بصي الحاجات دي.
دي بتاع توب كابي، دي مصلحه للناس اللي مقاساتها صغيره. طيب ماشي. دي تيشيرتات بصي دي حضرتك ب 100 جنيه 100 جنيه تيشيرت اهوت 359 ب 100 جنيه دي قنبله يا ما شاء الله وخامه قطن وحاجه نظيفه جدا. شوفوا يا جماعه بقى ده رزق اللي يجي اول حاجه بقى ده ايه انا عامله للناس اللي هتيجي في الاول. طيب ده ماشي التيشيرت ده نزل عرض 100 جنيه للناس اللي تيجي في الاول بس. ايه رايكم لحد مقاسات ايه يا استاذ محمد؟ لا دوت للاسف مقاسات صغيره مش طيب. مقاسات كبيره حلو برضه يعني السن محير شباب. لا رجالي رجالي كبير طيب ميديوم لارج اكس لارج ميديوم لارج اكس لارج 100 جنيه يا جماعه ديت للناس اللي هتيجي في الاول. شوفوا توب كابيو دي حاجه ده تيشيرت ده اصلا مسعر 400 جنيه ب 100 جنيه حاجه يعني بصي ولا في الخيال. حلو جدا جدا ما شاء الله بالله بصي ده رزق اللي يجي اللي هيجي عليكي في الصفحه بتاعتك محمد. شوفوا يا جماعه ده ان شاء الله اللي هيجي بدري اسرع حد عشان ما يجيش يقول لي جه عشان ما تزعلوش ماشي تمام ده اللي ايه للناس اللي هتيجي في الاول خالص في اول ما الفيديو انتشر ماشي ده ايه مفاجاه اللي عندك في القناه. ماشي استاذ محمد تسلم ايدك. دي حاجات بصي ما اصلا قوي قوي ولا تجاريها اصلا. ايوه فعلا جنيه. دايما يا جماعه عايزاكم تنتظروا عروض استاذه محمد ابو علم مع الحاجات الحلوه دي لان الكلام ده مزعل ناس كتير في المحل ما فيش الكلام ده اصلا. التيشيرت ده اصلا جملته 185 انا هديه لهم ب 100 جنيه ماشي. يعني ايه ده حاجه تسلم ايدك يا استاذ محمد. مساهمه مني للناس المحترمه اللي عندك على القناه ان شاء الله. كل ده 100 جنيه كل ده 100 جنيه يا جماعه اللي يلحقهم بقى في الاول ماشي ان شاء الله استاذ محمد. هو في بتاع 30 قطعه بس مش هطلعهم جمله طلعهم لايه لزباينك بس خلاص ماشي للصفحه عندك ماشي يا للقناه يعني نقطعي كده لحد يجي ياخد تيشيرت اتنين انما لو جاء حد قال لي ياخدهم كلهم مش هديهم. طب كويس يعني. طب كويس في بقى الحاجات ال 100 جنيه احنا كفرناها لسه موجوده اهي يا جماعه الحاجات الماركات اللي ب 100 جنيه ده توكيل فينجو شوف التيشيرت والخامه بتاعته ما شاء الله حاجه نظيفه قوي ب 100 جنيه يا جماعه التوكيلات العالميه دي ده 100 جنيه اهو قطن كمان كله صافي بصي موديلات كتير قوي ده من ميديوم ل 4 اكس ما شاء الله حلو جدا. بصوا بقى موديلات واشكال كتير جدا زي ما انتوا عايزين تحفه وخامه قطن زي ما انت شايفه كده حاجه كويسه ما شاء الله. احنا ما هم يا استاذ محمد جم ما شاء الله الناس خدوا كترت كمان عشان لقيت ال 100 جنيه عامله شغل حلو فكترت زي ما انت شايفه الموديلات دي كل حضرتك كل حاجه ولها مقاساتها ما شاء الله يعني مش شغل مكسر حلو جدا لا مش مكسر يا جماعه كل المقاسات موجوده وكل الاشكال موجوده مش مكسر لا دلوقتي شغل كله كوامل يا مهند ماشي يا استاذ محمد بصي حاجات تحف كلها والمقاسات يا استاذ محمد كلها متوفره طب لحد 4 اكس لارج ب 100 جنيه يا جماعه تسلم ايدك يا استاذ محمد عروض جميله ماركات كلها توب كابي بلاك جينز بلاك لاين فويكي تاون تيم حلو جدا حاجات كلها عاليه بصي مقاسات في مقاسات كبيره اهي ماشي اهي شوفي الخامه وشوفي الفينش بتاع الشغل وشوفي اللياقه عامله ازاي جميل جدا وشغل جداً من ورا جدا جدا حاجات قيمه جدا شوفوا يا جماعه الحاجات دي عروض ما تشتلقوها على الكره الارضيه كلها ان تيشرتات ماركات زي دي تبقى ب 100 جنيه فاتمنى تيجوا بسرعه برده عشان تلحقوا المقاسات وتلحقوا الاشكال الحلوه اللي انتوا تحبوها اهي يا جماعه مستورد ب 100 جنيه طبعا شايفين الخامات اهي بتتكلم عن نفسها مش محتاجه اتكلم كتير واحنا عرضنا مع استاذ محمد هنا كذا فيديو ما شاء الله كانت الحاجات خلصت اتكررت اكتر من مره انا جايب لك كل اللي بقول لك ده الشغل القديم فيه تكرار بس انا بصي كل ده جديد ده 2 اكس اهو 2 اكس لارج ب 100 جنيه يا جماعه اهو بصي موديلات كتير قوي قوي ما شاء الله وشغلها موجود يعني بصي شغله كله ده موجود بتاع الشغل ده اهو مش حاجات مكسره بصي اهو يعني كل ده اهو طب 100 جنيه اهو بصي ده اهو شغل جديد كله ما عنديش شغل مش يعني مش شغل مكسر او بواقي اهو شوف المنظر التيشيرت عامل ازاي التيشيرت تحفه جدا ب 100 جنيه يعني احنا هنوفر بقى وتلبسه ده تحفه تحفه مكرر ثلاث مرات ما شاء بس انت ما صورتوش حلوه دي جدا شوفوا يا جماعه جميل وخامه قطن وغسيل ولبس وبقى اي حاجه بتاعه لونه كمان جميل جدا يا جماعه والواناته بقى ان شاء الله تمام عامل لك انا بقى مفاجاه على البناطيل الجينز والجبردين الناس كانت زعلانه علشان المقاس 42 و44 خلصان انا جبت لك من 29 ل 50 طب حلو بقى في 44 وفي 46 وفي 48 وفي 50 وببلاش ب 150 جنيه ماشي يا استاذ محمد هنشوف بقى يا جماعه المستورد يا استاذ محمد طبعا مستورد ب 150 جنيه بصي انا اشوف الفينش بتاع الشغل بتاع البنطلون عامل ازاي دي خامه بصي يا مهند البنطلون ده اللي هو المقاسات الكبيره من 40 ل 50 ده تكلفته اكتر من 150 جنيه ايوه طبعا ده المتر بتاعه يا جماعه ب 80 جنيه متر القماش غير تصنيعه بقى والعمال بص المقاسات الخاصه يعني 120 البنطلون بيتكلف 50 جنيه يبقى 170 جنيه انا بديهم ب 150 جنيه يعني بصي ده لانه بيشيل من 29 ل 50 نفس السعر طيب تمام بصي الالوانات بقى جايب لك الوانات بالهبل ان شاء الله يا جماعه اهو هتشوفوا اللي في دي المقاسات الخاصه
مقاسات خاصه ب 150 خامة جنيه مستوردة، حاجة خامة نظيفة جدا. مستوردة وكمان مش لون واحد ولا شكل واحد أنا زي ما بقولك انتوا الألوان بقى شايفين. تحفة. اه بص يا مروان، شوفوا الخامة يا جماعة باينة اهي جدا، لا خامة احنا بصي اه فعلا خامة بولو. ما شاء بص الله طبعا بولو اهو السادة ده أول مرة ينزل في العرض، ما شاء الله تحفة. حلو جدا ده الكلام ده كله يا جماعة ب 150 جنيه، بناطيل مقاسات جينز خاصة رجالي مقاسات خاصة ب 150 جنيه. ببلاش والله اه حاجة كده ولا في ببلاش والله. الأحلام. بص شوف الخامة والشغل والبنطلون أصلا، جميل بصي أوي ما يعني شاء الله الخامة عاملة إزاي. باين يا أستاذ محمد باين. ده البنطلون ده بيتباع ب 485 جنيه، كلهم عارفين وبيشتروا يا أستاذ محمد، مفيش عد ما عدتش الأسعار دي والله أصلا. ده بيتباع ب 485 في أيوة التوكيلات جنبي هنا ما شاء الله. حلوة جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو كل المقاسات وكل درجات الألوان، جنس مستورد ب 150 جنيه، يعني اللي ما كانش بيفكر يشتري لازم تشتروا بالأسعار دي. بص يا انا مش عايز اوريك بقى، انا عندي دلوقتي ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله يعني اكتر من 50 موديل في المقاسات دي، اكتر من 50 موديل يا جماعة في المقاسات، يعني بص دي كمان مش كل هتبقوا متقيدين. دي كل انا مش عايز ابصي ده كل يعني ايه، مش عايز حيرت معايا ما شاء وتخربش الله. وسادة وفي اللي هو الخام كل أيوة حاجه زي ما انت عايز، انا مخربش اهو. يعني كمان حضرتك يا استاذ محمد مش بتفرض عليهم موديل لا لا معين، لا يعني هو اختيارات برضو كانكم بتشتروا عادي اي حاجه تختاروا براحتكم. كل دي الوان المهم. شوفي بص ده الزيتي حلو جدا، كل درجات الالوان جميله، ولا حابب اي فاطمة لون معاملة هيلاقيه اكبر تشكيل في مصر ما شاء بنطلون الله. الحمد لله محلات طبعا. والسعر كمان يا استاذ محمد بصي ده كمان أوه ده مستورد تايلاندي ب 150 جنيه، جميل اهو تسلم ايدك يا استاذ كل ده محمد. ب 150 جنيه من 29 ل 50. جميل قوي اهو يا جماعه، لازم بقى لو انت بنوته او ست بيت لازم جوزك او اخوكي او باباكي يشوف الفيديو ده معاكي، لانك كده هتبقي بتظبطيهم. يعني نفس القصه برضه الجبردين يا ام هنا، ده اول مره تحصل. بصي برضه اهو من 29 لغايه 50 نفس القصه اهو، وريني كده قضيه ده الجبردين كان 6 الوان يا ام هنا، خلينا 10 10 الوان 10 الوان شوفوا يا جماعه المقاسات قد ايه. خامة بصي خامة دي خامة 150 جنيه برضو يا استاذ محمد، 150 ب 485 جنيه متباع بره ب 150. اه يا جماعة كان ب 485 من جنيه 29 شوفوا اللون لمقاس 50 ده، والله يا استاذ محمد اسعار ولا في الاحلام 29 بجد. لمقاس 50 وبنطلون اوريجينال، بنطلون ياخده مني جاره اي حاجة بتاعي. ماشي يا استاذ محمد، شايفين يا جماعة الالوان بنطلون الجبردين ده فاتح زيتي غامق كافيه ما شاء الله، حلو قوي قوي قوي. يعني في تيشيرت درجة و البيش الفاتح يا قضية اه والكحلي كل الألوان موجودة اهي يا جماعة زي ما انتم شايفين، عايزين فاتح غامق كل الألوان هتلاقوها ان شاء الله. وانا جاي لي بكرة ان شاء الله 3 الوان كمان خلال استاذ محمد بإذن الله. طب وده هيبقى للتجار ولا برضو للقطاعي؟ ده موجود متاح منه ان شاء الله باذنك يا رب. طب للتجار؟ اه ده باذن الله خلاص إن شاء باذن الله. الله يا جماعه لو تجار برضو حابين الحاجات دي لمحلاتكم لون 2 3 4 5 6 7 8 وغيري 3 بكره ان شاء الله، يعني الفيديو ينزل ليه موجود باذن الله. خلاص باذن الله يا استاذ محمد ماشي. دخلنا بقى كمان الجديد كل المقاسات يا جماعه، بص كده دخلنا الجديد بقى حضرتك، بصي كده البناطيل اللي هي دي اول مره تنزل كانت مكسره الدنيا، حتى ابو هنا معايا اهوت كان بياخدها ب 250 خليناها 150 150. طب والول طب وينفع بقى كده يعني انا اخده ب 250؟ هو بقى احنا انت مش انت قلت لي جيت هصور معاك اسبوع عشان اعمل لك مفاجاه؟ ايوه صح. طب بقول لك يا استاذ محمد الكوتش الحلو ده معايا، ده فيتنام عندك منه؟ عندي منه وموديلات هاتله كده موديلاته. طب عايزين برضو توريه لنا وتعمل لنا عليه عرض حلو كده. لا بص يا ام هنا ده عندي، بصي البنطلون شوف خامته عامله ازاي ما شاء الله، خامة ناعمة خالص خوخة كده ب 150 جنيه ده شروال. ما احنا واخدين من ده نفس تلبيسه اهو يا جماعة زي ما استاذ محمد لابسه اهو، البنطلون جنيه ده ب 150 جنيه. عندي رصاصي الكافيه البيج الفاتح الاسود اللون اللي مدي على الكافيه كده جميل الانديجو، في منه كمان ومقاساته يا استاذ محمد من ايه؟ من 29 ل 38، في منه كمان الباقي اهو 29 ل 38. ده المفاجأة بقى ده، ما بصي في اي حد عنده 485 مش ده اللي انا خدت منه الاسود يا استاذ محمد؟ ده انا لابسه منه يا جماعه الاسود عادي، لو بنات ممكن تاخدوه برضو شيك جدا في اللبس. 150 جنيه كل الوانه حلوه جدا، انا واخده منه الاسود ولابساه تحفه جدا هو شغال كده اهو. ده يا جماعه شوفوا ده اللي انا واخداه انا بلبسه، يعني هو بناتي برضه لازم برضه استفاد من العروض دي يا جماعه. الجينز برضه اهو ب 150 جنيه الواناته برضه، والجينز ب 150 جنيه هو برضه ينفع بناتي وبرضه واولادي. شوفي خامته محمله ما وحاجه شاء نظيفه الله. قوي ولكره جميل، حاجه نظيفه جدا جدا حلوه جدا يعني. جدا جميل. الناس يا استاذ محمد بتكتب لك في الكومنتات عايزين حريمي لبس حريمي بالاسعار الحلوه دي. أنا الحمد لله فضل من عند ربنا، ربنا كرمني فضل من عند ربنا في الرجالي فانا مركز. طيب تمام يعني الحمد لله، يعني ربنا ساترها معايا في الرجالي ربنا يوسع عليك يا استاذ محمد. الله يخليك يا جماعه، الكوتشات اللي استاذ محمد لابسها في فيتنام يا ام هنا اهي
بص حضرتك طبعا ريش ده اديداس ده نفس اللي بص يا جماعه وزنه ما يجيش جرام ده ولا ما فيش شوفوا ريشه 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 حلو جدا ده الاديداس ده مهنا بصي تحفه شوفي النعل بتاعه وشوفي ده اوريجينال ب 250 جنيه ب 250 جنيه فيتنامي يا جماعه كانكم بصوا مش لابسين حاجه وزنه ما فيش وزن اصلا ده 300 الوحيد ده 300 عشان ده لو انت لابسه ده يا استاذ محمد ده 300 عشان ده 300 جنيه يا جماعه فيتنامي طب ودول ده بمت كله بقى ب 250 عندي خفيف برده يا استاذ محمد ايه خفيف برده مستورد خفيف برده يا جماعه ماشي ده هيبقى ب 250 شكله شيك جدا تحفه ومريح جدا 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 ده بيقولوا عليه طبي طبي يعني شوف النعل عامل ازاي والفينش والشغل باين عليه التقفيل بتاعه حلو قوي اهو يا جماعه ده اديداس برضه اهو عاملين عليه عرض ب 250 جنيه ماشي الاديداس ده ب 250 جنيه يا جماعه شكله روعه شوفوا شكله عامل ازاي الابيض ده خطير ما شاء الله اللي يجي بقى ايه الحاجات دي ومقاساتهم يا استاذ محمد من 40 ل 45 ومقاساته كلها موجوده طيب من 40 ل 45 قلت لك لا ده مقاساته موجوده يعني حضرتك وفرت كل المقاسات موجوده ان شاء طيب الله طيب تمام ماشي يا استاذ محمد ماشي التيشيرتات بقى واحنا هنا كده التيشيرتات بقى بصي فضل بصي انا جايب لك التيشيرت الحمد لله فضل من عند ربنا اللي هو التوب كابي ده مكسر الدنيا يعني انت لو تلاحظي حتى هتلاقي ايه طب اما انا كنت هسالك على الحاج لابسه والرجاله كلها شوف يا جماعه التيشيرتات دي لابسينها اهي ده شكلها فلات التوب كابي ما شاء الله اهو تعالى كده اهو شوفوا كده زياد اهو زياد لابسه تعالى يا باشمهندس كريم اهو انت مدهولهم ببلاش بقى ولا اساس لا 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 هم كلهم لابسين هم ما شاء الله جميل لبسهم اهو يا جماعه حلو جدا كل اللي في المحل لابس التيشيرت بكام يا استاذ محمد بقى قول لنا كده بصي ده كان مسعر مهنا اهو شوفي بصي حضرتك اهو كان مسعر 399 جنيه اهو ب 150 جنيه من 399 ل 150 جنيه اتاريكم كلكم لابسين ده اللون اللي انا واخده اهو ده اللون اللي استاذ محمد لابسه اللون ده حلو جدا اهو 150 جنيه يا جماعه شوفوا. انا بصي كنت عارضه لهم قبل العيد ب 200 جنيه كان قلب الدنيا لا نزلته ب 150 جنيه مش تسلم ايدك يا استاذ محمد تحفه جدا والاسعار ده خامه اوكي يا ام هنا استاذ محمد مقاساته قول لنا قبل ما ننسى من ميديوم ل 5 اكس من ميديوم ل 5 اكس لارج ب 150 جنيه خامه بيكا قطن يا جماعه قطن بيور قطن بيور مش ما فيهوش بوليستر خالص اهو يا جماعه باين اهو طبعا ما فيهوش بوليستر وهو انتوا شايفين الحاجات ما شاء الله يعني بتتكلم عن نفسها مش محتاجين 6 8 هم 13 لون يا مهند 13 لون 13 لون حلوين كلهم ما شاء الله وخامه بصي غسيل ولبس بص يا مهند التيشيرت ده بص حضرتك الياقه دي معموله مخصوص للتيشيرت ده والبولو بتاعه ده معمول مخصوص التقفيل ما شاء الله التقفيل حلو لا جدا لا فينش فينش بصي عالي جدا ما شاء الله اعلى تيشيرت في مصر كلها ما شاء الله حلو جدا جدا من ميديوم ل 5 اكس ب 150 جنيه ماشي يا استاذ محمد وموديلاته بقى بصي يعني موديلات كتير جدا يعني موديلات كمان مختلفة مش موديل واحد لا ده منه يعني بص حضرتك اكتر من تحت ده منه اسم محمد لا ده دي ماركة اسمها فينجو بس حلوة قوي برضه تحفة بصي كل الواناتها موجودة شوفوا فينجو دي يا جماعة تحفة جدا جدا ده بولو اوريجينال 150 برضه 150 طب والاولانية الحلوة دي يا استاذ محمد الفينجو دي بكام 150 150 برضه دي حلوة جدا اغلى حاجة في ابو عالم دلوقتي 150 جنيه في التيشيرتات يعني اغلى قطعة تيشيرت ب 150 جنيه 300 و 360 اغلى تيشيرت انا بصي عامل لك ده بقى المفاجأة حتى الناس اللي معايا ما يعرفوش التيشيرتات اللي هي المستورد اللي انا كنت التركي اللي كانت قبل كده اهي لسه ما نزلتش سعرها هكتب لك دلوقتي عليها 150 ماشي دي كمان دي يا استاذ محمد ده تبقى ب 150 دي كانت مكسره الدنيا بعيد احنا كنا عارضينها بكام دي؟ كان دي كانت 450 كانت 200 خليناها 150 ياه بقت ب 150 يا جماعه ده كلها ماركات عالميه ما شاء الله ما شاء الله شوفوا يا جماعه تعالوا بسرعه يا جماعه الحقوا الحاجات الحلوه دي ده ب 150 جنيه ده ببلاش ديسكوير ايطاليانو ومقاساته يا استاذ محمد من ميديوم ل 2 اكس يا استاذ محمد الحاجات الحلوه دي يا استاذ محمد ما هو لازم بصي انا لازم الحاجات الحلوه دي انا مش عايز احرق نفسي انا لازم كل فيديو اما جبت فيش جديد ونزلت الاسعار الناس تتفرج عليا ايوه ما شاء الله هم بيسالوا عليك اصلا دلوقتي يا استاذ محمد ده العسلية ده بقى بصي ده كان 480 150 جنيه 150 وكل جنيه وكل مقاساته موجودة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صافي شوفوا يا جماعة الشميزات دي او القمصان دي ب 150 جنيه حاجات قيمة بصوا يا جماعة لو سمحت انا ممكن اجيب لك القميص ده ب 100 جنيه وممكن ب 85 بس ابو علي ما بيدخلش الا القطن ما شاء الله يعني انا ما بدخلش مخلوط القميص ده انا ممكن اجيب لك منه ب 85 جنيه وب 100 جنيه في محلات تانية بتعمل كده بس الزبون هيبقى بعد ما يلبسه في الحر ده يدعي عليا ايوه فعلا اي تيشيرت او قميص
في الجو اللي احنا فيه ده مش قطن، بتحس ان انت ده بيعمل التهابات. أيوة في الجلد اصلا. الدنيا حر جدا، احنا عايزين حاجه قطن. ربنا الحمد لله ما دخلش حاجه الا قطن ما شاء الله. واضح يا جماعه اهو شايفين ما شاء الله، زي ما قلت لكم الحاجه باينه بتتكلم عن نفسها. بص بقى الحاجه اللي يعني الله اكبر. بص ده مستورد مكسر الدنيا. حلو ده قوي. ده كان قبل العيد، انت ما لحقتيش تصوريه. اه للاسف يعني الحمد لله. بصي ما بيقعدش ان شاء الله. كل ما نجي لك يا استاذ محمد كده هتاخد انت واحد. اه بتشيلنا يا استاذ محمد كده بس قميص على كوتش. انت تاخد قميص ده، خلي بالك قميص اللون ده هتاخده. انا واخده. حلو قوي حلو قوي قوي. بصي يا مهند ومصلي كل ده. بصي كل ده الوان منه ده هيبقى بكام؟ ده كان 485 ب 150 جنيه. شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه ب 150 جنيه يا جماعه. أرماني مستورد. أرماني مستورد ب 150 جنيه. دي خامه مغسوله واخده تجهيز. يعني حاجه نظيفه جدا ومتبطن من جوه، حاجه قيمه جدا جدا جدا. حلو جدا يا استاذ محمد. ده في الوان كتير. ما شاء الله. شوفوا الالوان قد ايه يا جماعه، شوفوا الالوان. يعني اللي هيجي ياخد اكتر من واحد، الحاجه ببلاش. ما بيقعدش والله. عندي انا ما كانش ولا عندي ب 250 قبل، يعني كنا عاملين خصم ب 250. الوكيل بتاعك من سحبت كميه كبيره، خلينا 150. طيب حلو جدا يا جماعه. ده بقى بتبقى الميزه في المحلات اللي احنا بنصور فيها دايما، لما ما شاء الله بيبقى في اقبال للاماكن اللي هم الاستاذ محمد بيجيب منها، بيبدا ينزل له في السعر، فاحنا اللي مستفيدين اكتر. ده كان قالب الدنيا. شايفين كده؟ كان قالب الدنيا، بس في كميه بسيطه بقى. ده احنا خدنا منه برده يا جماعه. قالب الدنيا بس بقى 150. بقى ب 150 وكان ب 200 جنيه يا جماعه صح؟ اه كان ب 200 جنيه. تعالوا نروح هناك كده نشوف. ده رقم نمبر 1 في حالات ابو علم ده. اه ما شاء الله. عندي ده لون خلاف الالوان اللي انا وريتها لك هناك. ماشي جميل. ده زي الاستاذ محمد لابسه اهو يا جماعه، بس لون تاني. ده حلو جدا. وخامات قطن كلها. ماشي. ما عنديش قطن. الحمد لله بقى في الشروال الجديد. اه دي برضو موديلات اهي. كل دي تيشرتات جديده اهي يا جماعه، زي ما انتم شايفينها كده ما شاء الله. دي كلها برضو اسعارها هتبقى 150 جنيه استاذ محمد. طب والمقاسات الكبيره دي اللي احنا كنا عارضينها قبل كده برضو؟ طب وري لهم كده يا استاذ محمد. بصي المقاس اهو، شوف وري لهم كده. شوفوا يا جماعه المقاسات بقى الكبيره قوي قوي قوي. 150 جنيه برضو يا بلاش. يعني المقاسات الكبيره خالص خالص، يعني مثلا فوق ال 100 كيلو 150 كيلو. موديلات كتير بقى ما شاء الله. دي خامه مارسيليزي اهي، حاجه نظيفه قوي. ده كان ب 450 كل 150. سهلت علينا الحياه يا استاذ محمد. الحمد لله. سهلت الحياه الحمد لله ما شاء الله. وبرضو موديلات كتير. شوفوا يعني يا جماعه. كل ده مقاسات كبيره خاصه، السعر مكتوب اهو كمان 150 جنيه. مش اي لون انتوا حابين تيجوا تلاقوه، تعالوا بسرعه عشان تلحقوه. في البنطلون ميلتون بقى. بصي البنطلون ده الاول اديداس ده. بص هاتلي اديداس كده. دي الحاجات المستورده في البنطلون ده، احنا خدنا منه برده يا جماعه. ده الجديد. ده جميل جميل جميل. دي كلها ماركات بقى بوما. ديسك وير. وده يا جماعه حريمي برده او ولادي. ده بناتي او ولادي. اديداس والوانات كتير. حلو قوي قوي. ريبوك. كل ما كانت على مدى مستوى. ده يبقى ب 150 برده. 150 محمد. ده خطير يا جماعه. بصوا احنا خدناه في اللبس، يعني زوجي بيخرج بيه كمان، تحفه. ده اندر ارمور. حلو جدا جدا. في الوان جداً كتير قوي. والمصري بتاعه ب 100 جنيه اهو. طب وشوفوا كمان المصداقيه، المصري موجود ب 100 جنيه، والمستورد طبعا باين اهو. الخامه ما شاء الله 10 على 10. دي خروج يا جماعه، بناطيل خروج ب 150 جنيه. كل الالوان وكل المقاسات هتلاقوها. احنا كنا واخدين لون زيتي فاتح كده، بس تقريبا مش موجود اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. استاذ محمد ما تنسناش ما تنسناش برده في الترنجات. ما الترنجات هو وعايزين عليها عروض برده. هو مالك الترنجات دلوقتي. وفي بنطلون موجود في توكيل اديداس ب 485 جنيه. أوه. عندي منه الكحلي والاسود والرصاصي والفلاني اهوت. ده ده اللي انت كنت بتقول عليه استنوه. الفلات. الخامه الفلات ده موجود في التوكيل. ده ما بيقعدش عندها مهنا. بسم الله ما شاء الله. انا جايب منه كميه جوه كبيره الفضل. ما لحقتش افتحها، بس انا مطلع عيناتها هنا. طيب هاتوا لنا استنوا. بص يا مهنا ده اللي في التوكيل بالظبط. حلو جدا اهو. ده الاديداس اللي في التوكيل، حتى انا ما طلعوش عشان ايه ما ينفعش اشتغل فيه، لانه ده مقاسات كبيره. حلو جدا. ده خامته ايه ده يا استاذ محمد؟ دي خامه اسمها فلات. خامه اسمها فلات. بصوا يا جماعه ناعمه كده وحلوه جدا ما شاء الله. شوفوا تقفيل البنطلون عامل ازاي. دي مستورد. ده اللي في التوكيل. ده اللي في التوكيل الاديداس الاصلي يا جماعه. ده من ورا هنا كده. ده ب 485. ده ب 150 جنيه اهو. شوفوا يا جماعه التوكيل روحوا شوفوه ب 485 جنيه. في التوكيل اديداس ب 485. ما تصوروش علشان ايه غلط اللي احنا نشتغل فيه ب 150 جنيه ببلاش. ماشي يا استاذ محمد. جميل جدا. خمس الوان. خمس الوان يا جماعه. وفي منه كميه موجوده في المخزن، هفتحها دلوقتي كل الموجود لانه بيخلص على طول. ومقاساته يا استاذ محمد ميديوم لارج اكس لارج 2 اكس 3 اكس لحد 3 اكس لارج. بس انا شايفه تلبسه كبير. لا تلبسه كبير ان شاء الله. ما شاء الله.
ده ايه يا استاذ؟ دي حاجه ثانيه مستوى ب 150 جنيه برضه ملكهم. حلوه دي برضه، ده حلو. حلو ده يا استاذ محمد. في شباب ما عادتش بتحب الجنس برضه في الوقت ده، بقوا بيخرجوا بيه كلهم. ده ماشي جميل. ماشي استاذ محمد. الترنجات بقى ما تنسناش فيها، عشان الترنجات بصوا عند استاذ محمد ملهاش حل. شوفوا كده الجمال، شوفوا القمر ده حلو قوي يا جماعه. ده جوتشي برضه، ترنجات خروج خلي بالكوا، حاجات قيمه. ده موديل جوتشي تاني جميل قوي يا جماعه. ده اديداس شورت، وفي منه بنطلون. ماشي، ده في يعني منه شورت وبنطلون. في منه شورت وعشان العريس وكده بيحب ايه في ال. ده اقوى موديل ترنج شغال عندي اندر ارمور. شوفوا يا بنات كده بقى، العرايس اللي بتتابعني دايما، ده 10 الوان يا موانا شكلهم بقى. العرايس اللي بتتابعني دايما بتنزل تاخد المفروشات من المحلة والحاجات دي، هاتي بقى خطيبك معاكي عشان ياخد حاجته كمان. اقوى موديل ترنج في مصر كده كلها. في منه النايكي وفي منه الاندر. طب استاذ محمد سعر حلو بقى. هي الاسعار كلها بصي حضرتك الترنجات، لان ده توكيل، ده التوكيل بيتباع 1100 ب 300 350. اغلى حاجه 400 جنيه لغايه 6 اكس. ماشي، اغلى حاجه 400 جنيه لحد 6 اكس يا جماعه. وخلوا بالكم ان التيشيرت بتاعه هو تيشيرت خروج، يعني ينفع تخرجوا بيه برده. هو التيشيرت بيتباع لوحده كمان. شوفوا التيشيرت ينفع خروج لوحده، والبنطلون طبعا حاجه مستورده، فبرده 300 جنيه او 400 جنيه تمن حلو فيه. ماشي يا استاذ محمد. كتير بقى والوانات كتير ما شاء الله، يعني ايه يجوا يشرفونا. عندي 10 الوان. ماشي جميل ده يا جماعه. الجديده اهو كمان، جميل قوي قوي اهو، من تحفه. ده اللي زي التوكيل بالظبط. حلو. نايكي تريبوك كيلفن كلاين. شوفوا ده حلو جدا. ده اديداس، ده مقاسات خاصه، مقاسات خاصه يا جماعه، مقاسات خاصه. شوفوا ده كمان حلو، ده برده اندر ارمو ريبوك، ده مقاسات خاصه. كل الماركات العالميه عندي، تومي تومي بولاند بير مقاسات خاصه، ريبوك اهو كمان، كل الماركات اندر ارمو. يعني مفيش ماركه مش هيلاقيها عندي فضل. انا بقيت يا استاذ محمد وانا ماشيه ما شاء الله شايفه المحله كلها لابسه الترنجات دي. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. ماشي يا استاذ محمد. في القميص برضه جبنا اللي هو ده، كان شغال مع الناس حلو قوي، اللي هو الخام الكتان ده 150 جنيه برضه من ميديم. دي حاجات رسميه كده يا جماعه، شويه حاجات شيك وقيمه ب 150 جنيه برضه، حتى المقاسات لحد 5 اكس لارج، موديلات كتير. وفيهم فجاه بكره ان شاء الله باذنك يا رب عندي جاي لي، بس انت ما لحقتيش تشوفيهم. 20 موديل قميص جايين ان شاء الله باذنك يا رب. ممكن يخش على الصفحه بقى يشوفهم من بكره. خلاص يا جماعه، صفحه ابو عالم من زوير، ابو عالم من زوير على الفيسبوك، تابعوا استاذ محمد يوميا بينزل حاجات جديده على الصفحه. في بقى البناطيل اللي هي المستور التركي دي حلوه قوي. دي مقاسات صغيره شويه يا استاذ محمد. لا لا لا، في منها من 29 ل 40. طيب حلو، من 29 ل 40. بس حاجات جميله بس قوي، بس شيك قوي جدا. ده خطير، حاجات عاليه بقى للايه الغاوي بقى. موديلات كتير قوي قوي حلو يعني. حلو ده قوي يا جماعه، ده ينفع لاولادكم برده، سن محير، يبدا سن محير يا استاذ محمد 16 15 14 سنه. هو لحد سن الشباب. بص حضرتك موديلاته كتير، وفي منه يعني الوان كتير من 29 البنطلون ده ما يتفوتش لغايه 40. انا بلبس منه 32، وفي منه الساده كمان اهو. البيش ده ينفع بناتي برده يا جماعه، ده ينفع بناتي. هو ده اللي طالع موضه السنه دي، بناتي واولادي. بناتي واولادي يعني، ده ممكن اهو ممكن تستفادوا من حاجه البنات برده مع استاذ محمد بالبناطيل دي. حلوه جدا، الوانات كتير قوي، حاجه خامه بصي تحفه يعني، خامه جميله، تحس ان هي فيها ملمس. بصي يا ام هنا، تحس ان هي ملمس زي الخوخه كده ما شاء الله. فين الساده بتاعي يا ضياء؟ هات لي الساده بتاعه. وفي كمان الوان فاتحه اهي، زي تشوفوا درجات الالوان كمان ما شاء الله حلوه ازاي، كلها حاجات ما شاء الله جميله جدا يا جماعه. ده الساده بصي بتاعه جامد جدا جدا جدا. يمشي مدارس ده برده يا استاذ محمد. يمشي مدارس كده وكده. مدارس ثانوي واعدادي وكده. شغال كده وكده حضرتك. ماشي يا استاذ محمد. وفي بقى عند العرض كمان على البنطلون التركي ده ما شاء الله. انا الكميه الاولانيه خلصت، جبته ثاني واقول لهم كده، وريها كده ضيعه. ده التركي ده كان ب 500، ما انا نزل 250 جنيه. طيب بقى الستات اللي عندهم ولاد داخلين الجامعه، ده حاجه الناس غاويه الحاجات الاوريجينال بقى. تعالي بقى خدي لابنك شويه لبس كده يدخل بيهم الجامعه، ايه غير فيهم الاسعار حلوه جدا. ده ب 1200 جنيه، ب 250 جنيه. ب 250 جنيه من 1200 جنيه يا جماعه. تركي ميد ان تركي. ماشي تركي يا جماعه. ماشي حلو جدا. يعني مثلا لو زي ما قلت لكم شاب دخل الجامعه 2000 جنيه 1000 جنيه غرقوه هنا عند استاذ محمد. لا الحمد لله فضل من عند ربنا. ما شاء الله. يعني انت ممكن تاخدي طقم جامد جدا جدا، يعني اجمد طقم في مصر النهارده الحمد لله 150 150 250
دي 300 350 550 طقم. بصي تجيبيه من القاهره ب 1200 جنيه. 550 ليه؟ بالشوزه؟ بالشوزه. اه هو التيشيرت 150 اقوى تيشيرت. اه بنطلون 150 يبقى 300. كوتشي مستور ب 250 طقم عالمي. انت جايب لهم برده شرابات وملابس داخليه يا استاذ محمد. عندي اجمل طقم مقاسات خاصه من 29 ل 50 ب 250 و300 جنيه. بس السعر ده ما تلاقوش في اي حته. ما شاء الله. حلو والله جد. ولا تمن البنطلون. ما عادش كان زمان الكلام ده. مفيش الحمد لله. بس ربنا مبارك والحمد لله. الحمد لله. يعني حتى دي برده التيشيرتات المقاسات الخاصه اهي 150 جنيه. مقاسات خاصه ب 150 جنيه. من يعني اللي داخل هنا ان شاء الله شاري شاري كل الموديلات وكل الالوان هتلاقوها والسعر زي ما قلت لكم. 3 اكس ل 5 اكس ده ب 150 جنيه. معانا ماشي يا جماعه. ده لحد 5 اكس لارج برضو ب 150 جنيه. مقاسات خاصه اقول مقاسات عليها اهي. 5 اكس اهو. كل ده ب 150 جنيه مقاسات خاصه. والوانات بقى وموديلات يعني فضل من عند ربنا. الحمد لله كل يوم بيجي لي شغل ما شاء الله. يعني انت صورتي معايا اهو. لا مفيش والله ولا مره شفنا حاجه متكرره. لا حاجه من اللي انت صورتيها. لا لا موجوده خالص. لا والله الحمد لله فضل من عند ربنا. يعني كل ده 150 جنيه. شوف التيشيرت قد ايه وانا مقاسه كبير ازاي يا جماعه. شوف التيشيرت قد ايه. واخد الكاميرا خامه قطن. خامه قطن واخده تجهيز مغسوله. احنا بنسميها مغسوله. مغسوله واخده تجهيز عشان الحر بقى وكده. عشان لا عشان ما تكشش ولا في الغسيل. في الغسيل والكلام ده. شوف التيشيرت اهو مقاسه عامل ازاي ما شاء الله. يا شوفوا المقاس قد ايه يا جماعه. شوفوا تخبي وراه كبير جدا. ماشي تمام. في برضه التيشيرتات ال 100 جنيه موديلات كتير قوي اهي. بصي تحفه. مش عايز اقول لك يا ابو 100 جنيه بقى انا مركز فيه. لان بصي مفيش حد بيجي ياخد من عندي ابو 100 جنيه ده لما ياخد له 5 6 ما شاء الله. ده ب 100 جنيه اهو يا جماعه. كل الحاجات اللي فيه اسود ساده ده خطير برده. اول واحد ده يا استاذ محمد ده جميل الاسود ده برده. كل دول 100 جنيه. 100 جنيه ماشي. ومقاسات كبيره برده وماركات. وماركات كلها. انا ما عنديش حاجه. بصي يا ام وانا ما عنديش تيشيرت شعبي. يعني بصي ابص لاي تيشيرت ولا خامه اي تيشيرت قطن صافي. مش بتاعته كابي اهو. جميل قوي. ماشي ماسك سلاير جاوب 100 جنيه اهو. احسن ايه يعني حد يقول لك ده الاسعار يعني حتى اللي داخل من غير الفيديو الاسعار برده موجوده. ببلاش ده اقل من تجاري. ماشي استاذ محمد. ده هديه للقناه عندك عشان ايه الناس احنا عايزين نرضيها يعني. ماشي استاذ محمد. كل سنه وحضرتك. وشايفين يا جماعه الكميات كبيره اهي عشان لما تيجوا برده ان شاء الله هتلاقوا. بس اتمنى انكم تيجوا في اسرع وقت عشان تلاقوا الالوان. البنطلون ده بتاع ايه الناس تحب يعني عندي الناس اللي هي الدماغ عاليه. ده البنطلون التركي ده حلو. ده شغال حلو قوي. ده لونه بلو بلاك كده. 48 ده اقوى بنطلون. ده الناس اللي هي ايه يعني سيمي كاجوال حاجات قيمه. ده بيتباع في التوكيلات باسعار خرافيه. تركي كم عندك يا استاذ محمد؟ ب 250 جنيه. جميل ده خطير. خامته جميل. انت كنت لابس واحد شبهه كده استاذ محمد اه الفيديو اللي فات. وعندي منه المصري بتاعه هو هو بالظبط. 150 جنيه في العرض. طيب ماشي. لو عايز وريني البنطلون بولو كده هضيعه ب 150 جنيه. تحفه. دي خامه بصي واخده تجهيز كده وحاجه جميله جدا. ماشي. هو بينزل اسود وكحلي يا مهنا. مش ده شغال بصي بيتباع بره في كل التوكيلات ب 485. احنا مطلعينه وحاططك ب 250 جنيه. وعندي هو هو بس ده المستور. عندي المصري بتاعه اهو هو هو ب 150 جنيه. ده ب 150 برضه. بس في فرق برضه اهي يا جماعه. لا طبعا طبعا اهو شوفوا الفرق اهو ده بولو. ده نضيف جدا برضه. خامه نضيفه جدا وغسيل لبس جراش حاجه. بس ده المصري وده ده المستور. لو انتوا حابين ده او ده فرق 100 جنيه في السعر. ايه عاملين برضو حضرتك على عايزين بقى الاولادي بقى استاذ محمد ما ننساهمش الاطفال. بصي قسم بصي الاطفال يا جماعه هقلب لك الدنيا في الاولاد. ماشي ايوه كده. بصي تعالي كده بقى. مش انا عملت لك هناك هات لي الشورت ب 100 جنيه يا ضي. مش انا عملت لك في هناك البنطلون ميلتون اللي انا قلبت لك الدنيا فيه والناس كلها ده خلص. تعالي يا ام هاني تعالي نشوف استاذ محمد هيعمل لنا ايه. التيشيرت اهو قميص بقى ب 150 جنيه اهو. يلا شيل شيل يا استاذ محمد. 100 جنيه يا مهاجر. 100 جنيه يا جماعه. شوفوا يا جماعه القمصان الاولادي اللي هي برده الحاجات القيمه 280 ب 100 جنيه يا مهاجر اهوت. الحقوا يا جماعه بسرعه يا جماعه. 100 جنيه كان ب 360 جنيه بقى ب 100 جنيه. وانا انا خلاص انا 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 كده. بصي يعني ايه الناس نرضي الناس بتوعك. بصي قميص تحفه يا جماعه. 100 جنيه 100 جنيه ماركات عالميه. بصي اهو كل ده 100 جنيه. استاذ محمد دول مقاساتهم لحد مثلا 3 4 سنين. لا 3 4 سنين لغايه 10 سنين. لحد 10 سنين ب 100 جنيه. ماشي يا استاذ محمد. والقمصان اللي هي كانت ب 300 150 جنيه. 150 جنيه اللي كانت ب 300 جنيه يا جماعه. دي مقاسات بقى كبيره شويه اعدادي كده. شوفوا كده الجمال اللي هو العبايه ده. دي شغل لسه نازل بعد العيد. وري لهم اللبني اللي في ايدك العبايه ده يا استاذ محمد. ده لما كنت هنا في العيد كنت باخد لادم طقم. كان ما شاء الله كل الولاد بيقيسوا ده. ده حلو جدا. انت عايز اوريك سعره؟ سعر اوفر يعني حاجات اللي هي 360 او حاجه. اهو بصي
شوفوا المنظر حلو قوي ده، شوفوا ده اللي في ايد استاذ محمد كتير حلو، ده العبايه جميل قوي حلو قوي برده. كل ده 150 جنيه 100. الله شوفوا ده، بصي يا ام هنا حلو قوي كان 359 150 جنيه. يلا ب 150 جنيه يا جماعه. ايه اللي ما اشتراش في العيد عشان الحظ يشتري. شوفوا كمان الشورت ده رجالي، ده تكرار يا ام هنا عن الايه، ده الحاجه الوحيده بتكرار رجالي، مش تكرر تاني. ب 100 جنيه 100 جنيه بس مقاساته عشان الناس ما تجيش عليه مكسره. لا مقاساته من 29 ل 33 بس. طيب انا ببيع السعر ده عشان كده من 29 يعني استاذ محمد 33 ده يلبسك كده؟ انا بلبس 32 منه. طب يعني مقاس استاذ محمد كده او اكبر درجه؟ ده مستورد. انت واخده بالك؟ بالله مستورد وحكايه عيالي. بص حاجه نظيفه جدا وخامه لك اهو. بصي حلو ده يا جماعه ب 100 جنيه ببلاش. 100 جنيه ببلاش. استاذ محمد ورينا اللون ده كده اللي هو الازرق ده. الباجنس حلو قوي ده خطير جدا. شوفوا ده كده ب 100 جنيه. 100 جنيه يا جماعه ده جميل قوي 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 ده. حلو يا استاذ محمد تسلم ايدك. وفي كوتشيات برضه مهنا دي ما عادش الا كميه بسيطه ده بقى. كان ما شاء الله في العيد مكتسح. ما عادش الحمد لله. هم ايه ممكن يا جماعه الكوتشات دي الاولادي الصغيره ما عادش بقى غير مقاسات محدوده. بقى بكام يا استاذ محمد؟ 150 جنيه يعني. ده شغال على طول. هو اصلا احنا عاملين سعره يعني بصي ده ما فيش الكوتشي اصلا بالسعر ده. شوفوا يا جماعه الجمال، شوفوا التقفيل بتاعه ب 150 جنيه مستورد. شوفوا يا جماعه بقى هنلبس حاجات شيك وقيمه باسعار اقل من سعر يعني الشعبي كمان. يعني عندي قميص اهو جينز اهو بصي الناس كانت بتقلب فيه لسه محطوط اهو ب 100 جنيه. 100 جنيه يا جماعه شوفوا المنظر ده كان 360 جنيه ب 100 جنيه اطفال اهو ما شاء الله. والتيشيرتات البولو دي ب 100 جنيه. ماشي يا استاذ محمد جميل جدا. ما شاء الله استاذ محمد لما انا جيت لك في العيد اللهم صل على النبي كان انا ما عرفتش اشتري بصراحه. ما شاء الله الاسعار الحمد لله. يعني بصوا في المحله هنا عامله انقلاب، فعشان كده انتوا لو بتشوفونا من اي محافظات تعالوا هتتبسطوا جدا بالاسعار وهتمشوا مرضيين. الحاجات جميله واسعار جميله جدا. الترنج ده خليني اقول لكم 200 جنيه ده ب 200 جنيه ترنج اولادي. مقاساته هتبقى لحد كام يا استاذ محمد؟ هو مقاساته بقى ما عادش في مقاسات بقى. بص طيب خلاص. هم عندي دستتين. طيب ماشي يعني ده بص اصل ده اقل من تجاري كده. تعالوا يا جماعه بقى بسرعه. ده تركي يا ام هنا. تركي ب 200 جنيه. 200 جنيه ماشي يا جماعه. حلو قوي يا استاذ محمد تسلم ايدك. استاذ محمد التيشيرتات اللي هناك دي ما تعملنا عليها كده تخفيض بالمره. بصي احلى تيشيرت دلوقتي 150. طيب. ده دي حاجات بصي شوفي سعرها. يعني افتكر اللي انا بقول لك 100 بصي اهي 299 ب 150 يعني نص الثمن. 150 جنيه يا جماعه لان دي كلها ماركات وانا ما بشتغلش في شغلي. ايوه انا خدت منه ده يا استاذ محمد. خدت منه الكحلي ده كوبا حاجه نظيفه قوي. كوبا اهو يا جماعه ب 279 و300 جنيه ب 150 100 100. تيجوا يا جماعه تختاروا الحاجات الحلوه دي اهي ولادكم بقى يروحوا بيها الدروس. البنجو برضه اهو ب 150 جنيه ماشي 150. التركي اللي كان ب 300 جنيه و250 جنيه اهو ب 150 جنيه ببلاش. انا في ناس الحمد لله بتيجي تاخد حاجه العيد لو عشت العيد السنه الجايه. بتستثمر فلوسها بدل ما طبعا بس كده هيشتروا. يعني البرمودات بقى كلها برده بقت 150 جنيه. حلو قوي انا واخده منه برده يا جماعه ده. واخده في العيد. واخده الادم. ما شاء الله خدت من الحاجات دي. بصوا يا جماعه في اللبس كمان الحاجه في اللبس الخامه والغسيل زي ما بتتغسل زي ما بتطلع من الغساله فعلا. ولو جرى اي حاجه بتاع والله ما شاء الله عن تجربه. يعني انا ما بقولكوش كده لما تكون حقيقه. تيجوا يا جماعه ان شاء الله بسرعه 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 لان مش قادره اقول لكم بعد ما الفيديو ينزل الحاجه في حاجات كتير بتخلص. الحمد لله الحمد لله يا استاذ محمد. بص يا مهنا يا ريت لو انا عارف الناس عندك محترمين جدا وبيحبوك ويثقوا فيكي يا ريت تخش على صفحه ابو علم من زاويه. بصي كل يوم فضل من عند ربنا عروض. الحمد لله عندنا فضل من عند ربنا. الصفحه عندنا كبيره اقوى صفحه في المحل الحمد لله. عندنا مصداقيه زي القناه عندك كده. الناس بتحبك ويشوفهم ويعزوكي لان فعلا. يعني انت انا عارف انت ما بتصوريش لاي حد. أيوة يعني فعلا. انا دي ميزه انا بحبها فيك بصراحه. ايوه فالحمد لله يخش على الصفحه عندي ابو علم من زوار اي بي او ال ام هيتفرج هتلاقي كل يوم ان شاء الله فضل من عند ربنا عروض وبنزل كل يوم في الاسعار. ما شاء الله يا استاذ محمد مش عارفه اقول لك ايه بصراحه على الاسعار والخامات الحلوه دي. ما شاء الله حضرتك مكتسح يعني ما شاء الله في الرجالي في المحله كلها وما شاء الله بقى في اقبال من محافظات مصر كمان على المحل. ان شاء الله في زياده يا استاذ محمد ونيجي دايما تكون موفر لنا عروض احلى واحلى. وبشكر حضرتك جدا جدا في زياده دايما يا ام هنا. وربنا يا استاذ محمد كل سنه كده كل يوم كل ما اجي لي بنبسط لما الاقي القناه بتاعتك بتاع. الله يخليك يا استاذ محمد. طبعا وجودك اضافه كبيره عندي بالخامات والماركات الحلوه دي والاسعار دي كمان. الله يبارك بشكرك يا استاذ محمد.